متابعين معكم ام تي في الايف. قبل ما ننتقل على ليتس دانس رح ننتقل قبل على منطقه من اجمل مناطق لبنان اللي هي منطقه الزعرور، وين عم بيكون في افتتاح اول مسار للبايكينج للماونتن بايك من نوعه بلبنان. رح نشوف الاجواء كيف فوق، رح ننتقل مباشره لعند الزميل عماد ابي هيلا ليخبرنا اكثر شو عم بيصير. عماد يس هاي هاي رانيا، نحن معك مباشرة هون من الزعرور. طقس رائع، الجو بجنن، لحتى نشهد على افتتاح حدث جديد بلبنان، حدث افتتاح مسار جديد للبايك بلبنان، ماونتن بايك. في حد شادي صغيب، هاي شادي، هاي، رح يحطنا أكثر بالجو عن هالحدث. وأخيرا صارت مثل ما انكم شايفين، اول مره بينفتح شيء اسمه سايكلينج ريزورت بلبنان، واكشولي مش بس بلبنان، بالميدل ايست. الريزورت صار جاهز، التريد كله سوا جاهز، الماتيريال، سلوبس، تليسياج كله سوا ماشي. شادي اذا فينا نحكي معك شوي، مثلا ستيب باي ستيب، كيف بيقدر الواحد بس يوصل كيف يقدر ياخذ البايك تبعوله ويبلش ويبلش المسار؟ شغله كثير بسيطه كثير هينه مثل السكي. بيوصل الشخص يا معه البسكلات تبعه او ما عنده البسكلات. اذا معه البسكلات تبعه بيوصل على الجيشه، بيقطع تيكت، بيمضي ديسكليمر، بيتوجه على التليسياج، في مونيتور مارشلز بيدلوا شو بده يعمل وبيطلع. كل التريل موجود اشخاص على الطريق موجهينه وين صعب وين مش صعب، هين مش هين. يلي ما عنده بسكلات بيقدر بيتوجه دغري لعنا لهون، ببلش بستاب، بيمضي الورقه تبعه، بيرجع بياخذ مع الاشخاص البايك تبعه، بيتوجه للمانتننس السيت اب. بس يخلص السيت اب بيقطع التيكت تبعه كمان، بيتوجه بيطلع بقضي نهاره عادي. يعني اذا فينا نقول كانه عم بيعمل سكي بس على البايك. اكزاكتلي. طيب اذا بدنا نحكي بخصوص الامان، بخصوص السكيورتي او المسار، كيف انعمل، مين نظمه، مين يعني في له شروط معينه كان؟ صحيح، البروجي بلش نحن تراك لبنان مع كلوب زعرور، اتفقنا انه بدنا نحول ريزورت لسايكلينج ريزورت. نحن جبنا اجتمعنا مع امبا انترناشونال، انترناشونال ماونتن بايسيكلينج اسوسيشن، اللي هن شغلتهم بس تو ديزاين تريل على السكي ريزورتس على السلوب. جبناهم لهون واشتغلنا كلنا سوا مع الزعرور كلوب وعملنا التريل اللي هو سستينبل. اذا تلجيت ما بينتزع، بالعكس بيتحسن التريل، وسكيور بالامان تبعه، بطريقه الرولينج تبعه، بالانحدار، في كل الليفلز بيقدر يشتغل عليه. هلا على التريل حاطين نحن بوينتس وين لازم الشخص يخفف ما يخفف، حاطين مارشلز فالعالم تتعود عليه، لانه بس تنزل اول مره ثاني مره بتصير بتتوقع شو في قدامك تقدر تنزل. سو بيسكلي التريل سكيور، البيجنرز الانترميديت والاكسبرت بيقدروا ينبصوا عليه بذات الطريقه، كل واحد بالسرعه اللي هو بيقدر ينزل فيها. شادي اذا فينا نقول بعد شغله عن الحدث، هيدا السابقة بلبنان؟ في منه شيء قبل كان؟ في شيء مسار تاني ولا؟ المسار الوحيد بلبنان موجود، مش بس بلبنان، بالميدل ايست بالسكي ريزورت، ما في ابدا هون. هلا هو عاملين 4 كيلومتر، هدفنا لسنتي الجاي نحول ل 10 15 كيلومتر مع غير اكتيفيتيز حده. ان شاء الله يمشي كل شيء. اوكي، جود لك شادي، نحن رح نكون معكم كمان بعد حتى مع عده لقطات وستوبات بهالنهار لحتى نشوف الجو وكيف عم بتصير. لفوق وتنزل انت. لا اكيد اكيد. سو مثل ما شفنا جو كتير حلو، رياضه كتير حلوه للي بحبها، يعني لازم يطلع يمارسها. وهيدي ستارتنج مثل ما ذكروا لنا الشباب، انه بدايه جديده وحلوه، فاللي بحب ليش لا ما يطلع ويجرب. انا رانيا، عم تسمعيني؟ عماد ميرسي كثير على هالوقفه، لانه حسينا انه كلنا رح نرجع نطلع هلا على الزعرور، قد ما الطقس حلو قد ما الجو رائع. نحن رح منواكبكم خلال النهار باكثر من وقفه لحتى نشوف كيف عم بتصير الاجواء، وبندعي اكيد كل الاهل انه يطلعوا مع اولادهم اليوم بهالويك اند. عماد شكرا لك.